دلوقتي بقى هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي الإيديت على البيجز. احنا اتكلمنا في إيديت المينيو، اتكلمنا في إيديت السلايدر ريفولوشن، اتكلمنا في إيديت السايد بار، واتكلمنا في إيديت الفوتر، واتكلمنا في إيديت البلوك، واتكلمنا عن الكاستمايزيشن بتاع كل الحاجات دي وان احنا ازاي نعدلها. وقلنا ان الويب سايت عندنا اصلا بيكون مبني على مينيو، فوتر، سايد بار، البلوك، والسلايدر اللي قلنا ان هو حاجة مهمة جدا وحاجة حيوية جدا عشان اقول ايه الجديد اللي عندي وايه اللي انا بقدمه، وان دي اول حاجة بتاخد عين اليوزر. واخر حاجة معانا وهي اهم حاجة، وهي البيجز، ان انا ازاي اعمل ايديت للبيج. البيج دي اللي هي الصفحة الرئيسية بتاعتي، اللي هي الاباوت، اللي هي الفروع، البرودكتس، حتى البلوج نفسها هي عبارة عن بيج محطوط فيها ويدجت عشان تطلع البلوجز. عندي كمان الريديو، وعندي الاوردر، وعندي الكونتاكت، كل دي عبارة عن صفحات. بما انها كلها صفحات فطريقة الايديت بتاعتها واحدة واحدة، بس احنا هنحاول نمشي بالراحة كده في حاجة حاجة عشان نشوف دي هنقدر نعدل فيها ونشتغل فيها ازاي. عشان اعمل ايديت لبيج بيكون عندي طريقة من اتنين، في الطريقة بتاعة الباك اند والطريقة بتاعة الفرونت اند. الطريقة بتاعة الباك اند اللي هي زي ما قلنا قبل كده، ان انا بخش الداشبورد بتاعتي اللي هي لوحه التحكم، اللي هي اي ويب سايت وورد بريس بيبقى الدومين سلاش دبليو بي داش ادمن، او من خلال الفرونت اند اديتور واللي هو ده. طبعا لليوزرز اللي مش ادفانسد او اللي لسه بادئين يشتغلوا على الورد بريس جديد، فانا بفضل وبرجح طبعا الدبليو بي بيكري بيج بيلدر اللي هو بتاع الفرونت اند اللي انا واقف عليه دلوقتي. هنعمل مثلا دي كده عشان نفتحها في نيو تاب. فتح بيلود معانا دلوقتي. ده الفرونت اند اديتور. الفرونت اند اديتور الميزة اللي فيه ان انت بتعدل وانت شايف انت بتعدل ايه، بعكس لو شفنا الباك اند اديتور هنلاقي ان هو لو قلت له مثلا كده edit page، فهتلاقي ان الانفو مش مفهومة ومش موجودة. فبالنسبة لو حد اول مرة بيشتغل على ووردبريس او حد مش فاهم ووردبريس كويس، هيبقى الموضوع بالنسبة له شوية صعب. لكن عموما احنا خلينا الاول نبص على الباك اند بنوصل له ازاي من الداشبورد العادية، وبعد كده نبدأ نشتغل بالفرونت اند. الباك اند انا بدخل على بيجز وبقول له اول بيجز، بيجيب لي البيجز اللي عندي كلها. طبعا عايز اضيف بيج جديدة، بعمل اد نيو بنفس الفكرة وبنفس الطريقة بتاعة البلوج. عايز اعدل حاجة موجودة فبعمل عليها ايديت. لما بعمل الايديت بيبدأ الاول ان هو يلود في الكلاسيك مود اللي هو احنا مش فاهمين منه اي حاجة، لان هو بيبقى حاطط الكودز بتاعة ال WP Bakery. فاحنا لو فتح معاك كده بقول له بختار الباك اند اديتور، فبيبدأ ان هو يترجم الحاجات المحطوطة وعطالي الشكل زي ما انتوا شايفين. طيب انا مثلا هنا عندي فيه هيدنج، ده معناه ان ده تايتل. من هنا برضو فتح لي الاديتور بتاع الووردبريس اللي شبه او مشابه تماما للوورد، بقدر اعدل منه. هنا مثلا هضيف اليرت بوكس هيقول التايتل ايه، المسج بتاعها ايه، هل هي وورنينج، هل هي ايرور، هل هي سكسس، وهكذا. هعمل لها انسيرت في البوست بتاعي وهكذا. خلصت اللي انا بعمله بقول له سيف تشينجز، بلاقيها جت هنا. بعد ما بخلص اديت طبعا ده تكست وهكذا. الميزه في هنا ان انا الاد عندي سهل. ليه؟ يعني انا لو رجعت مثلا وبصيت على دي هتلاقي في زراير التابس مش مظبوطه، في حاجات مش ظاهره برضو، مش بالسهوله والبساطه. اه هو سهل ان انا شايف انا بعدل في ايه، بس مش دايما هيديلي كل الاوبشنز اللي انا عايزها. في حاجات هتبقى الزراير فوق بعض لان هو عطيك الشكل كامل. فانا مثلا من الباك اند انا حاطط حاجات فوق بعض، حاطط صورتين فوق بعض، حاطط باك جراوند، حاطط تو ايتمز بيعملوا اكشن معين جنب بعض، فممكن الزراير بتاعتهم تبقى ايه، مغلسه عليا او مضايقه عليا الدنيا. بعكس ان انا لما ببقى شغال من هنا بتبقى كل حاجه واضحه وبسيطه وباينة هي عاملة ازاي، لكن مش واضح ده بالظبط ايه، او الاكشن اللي حاصل على ده بالظبط ايه.
فده الفرق ما بين الباك اند اديتور والفرونت اند اديتور، واتكلمنا كمان ازاي ان احنا نقدر نوصل للباك اند اديتور ونعمل اديت للبيج. طيب خلينا نرجع مثلا هنا، انا عندي ده السلايدر ريفولوشن، ده انا بختاره ان هو يظهر من هنا، ان انا عايز سلايدر ريفولوشن ولا لا، والسلايدر اللي انا واخده هيكون يظهر في الصفحة دي اي سلايدر، واقدر كمان ان انا اضيف السلايدر ريفولوشن من هنا. يبقى انا دلوقتي انا عندي اول حاجة، انا عندي ده رو ثابت او رو رئيسي جواه رو تاني فرعي، فانا عايز اضيف حاجة جوه الرو الرئيسي. طيب خلينا نسيب اللي موجود ونبدأ من الاول، انا عندي الصفحة فاضية خالص ما فيهاش حاجة، بعمل اد، عملت له رو، وهنا بختار التقسيمة بتاعته، هل انا عايزه رو كامل ولا عايزه مقسوم اتنين، ولا مقسوم اتنين بس الشمال اكبر من اليمين، مقسوم تلاتة، مقسوم اربعة، مقسوم اتنين بس اليمين اكبر من الشمال، وهكذا. تمام. طيب انا اقدر هنا ان انا اروح جاي قايل له انا عايز رو داخلي جوه الرو ده، اروح مقسمه مثلا تلاتة، واجي اقول له هنا مثلا انا عايز اد وعايز رو هنا، واقدر اقسمه مثلا جزئين، وهنا اقول له عايز كمان رو واقدر اقسمه جزئين. طب هل بقى هنا هينفع اضيف رو تاني؟ لا طبعا، هو بيتضاف بعتذر، هو بيتضاف رو جوا رو، لكن ما بيتضافش رو جوا رو جوا رو. فانا وانا بقسم التقسيمه بتاعتي ابقى عامل حسابي ان انا عندي رو جوا رو مش اكتر من كده. تمام. طيب بقى عندي اماكن فاضيه، انا مثلا دلوقتي لو عملت ابديت ورحت بصيت على الصفحه هتلاقي ان مفيش اي حاجه اتضافت، لكن انا ممكن اجي هنا اقول له مثلا انا عايز هوفر بوكس، فالهوفر بوكس ده هيقول لي حط لي صورة، فافتراضا هقول له خد الصورة دي. تمام. التايتل بتاعها فهنقول مثلا image center rounded، ده الشيب بتاعها برواز بتاعها من بره شكله عامل ازاي، فبقول له rounded مثلا، الويتس بتاعها والالاينمنت والكلام ده. تمام. ده الوش. طب الظهر بس، هو بقى بيقول لك هنا الهوفر، فانا هنقول له مثلا ايه image back، وده كده ده الظهر بتاعه. فالظهر هنا مثلا هيبقى عليه تكست هنقول latest zillion product. تمام. وبيقول لي ان هو دوت انت عايزه سنتر ولا عايزه رايت ولا عايزه جاستيفاي ولا ليفت. هنا دي هو بيقول لي لو انا عايز استخدم فونت معين، فبيفتح لي بيفتح لي اوبشن ان انا اختار التكست كولر والفونت فاميلي والكلام ده، لو انا مش عايز فخلاص. تمام. طيب ادت بوتن دي اللي هو ان انا هضيف زرار يبقى فيه اكشن، الزرار دوت هيبقى فيه اكشن، وهو كده مجرد ما قلت له اد بوتن فهنقول له مثلا ايه تشيك، هقول له اللينك مثلا، وهنقول مثلا ايه ده الكونتاكت، وهقول له سيت لينك والستايل بتاعه وهكذا. تمام. على عكس طبعا هنا لو عايز اضيف ايكون، والايكون هتبقى ايه وشكل الايكون وهكذا. فالموضوع بسيط، ان انا كل ما بقرا بلاقي ان انا عندي اوبشن جديدة اتفتحت ممكن اشتغل ايه بيها. هقول له مثلا سيف، هقول له بريفيو، طبعا هو مش فوق هو تحت، ادي الصورة بتاعتنا، وادي التايتل، وادي الديسكريبشن، وادي البوتن التشيك. طبعا بقى الالوان والحاجات دي احنا بنعدل فيها واحنا شغالين، وبكده نبقى احنا ضفنا ايتم جديد. طبعا زي ما قلت قبل كده الموضوع صعب من الباك اند عشان انت مش شايف اللي انت بتضيفه شكله عامل ازاي، بعكس الفرونت اند لما هنشتغل دلوقتي هيبقى الموضوع اسهل بكتير،
لان كل حاجه باينه وباين ازاي اعمل لها ايديت وازاي اغير فيها. فانا بقى هنا عندي دي كلها elements احنا ممكن نضيفها على حسب احتياجاتنا وعلى حسب شغلنا، على حسب طبيعة شغلنا، وعلى حسب الصفحة دي ايه الخدمات اللي هتقدمها او ايه الخدمات اللي هي هتعملها لنا. فهتلاقي في سلايدر ريفولوشن، في ستيكي سيكشن، كل شيء تتخيله ولا تتخيله هيبقى موجود له هنا ويدجت عشان يعرض الداتا اللي انت عايز تضيفها بالشكل اللي انت عايزه. فطبعا دي طول شرحها وليها شروحات كتير جدا 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 على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وحتى على التيك توك وعلى الانستجرام، ان انت ازاي تستخدم الايتمز دي وتقدر تستفيد منها لشغلك او ان هي تعرض الكونتنت بتاعك او الداتا بتاعتك بشكل كويس. فده كده كان شرح سريع للجزئية بتاعة الايديت من الباك اند. الباك اند دي اللي احنا زي ما قلنا مش بتبقى عطيالي التفاصيل بتاعة الحاجة اللي انا بعمل لها ايديت. فاحنا دلوقتي نروح نشتغل على الفرونت اند. انا مثلا هنا دي ايكونز، مجموعة ايكونز، ده رو بس متقسم 4 ومتكرر مرتين، او ده الرو الرئيسي الشيب بتاعه 1 على 1، بعد كده معمول فيه رو داخلي انر رو الشيب بتاعه 4 والمقاسات بتاعتهم متساوية، 1 على 4 زائد 1 على 4 زائد 1 على 4. بجيب دي منين؟ ان انا بقف كده ادي الشيب هنا، لو عايز اضيف كولم فرعي هنا، لو عايز كلون رو دي اللي هي بعمله دوبليكيت. فانا لو عملت كده مثلا هلاقي راح جايب لي الرو بتاعي بالكامل تاني. طب عايز امسحه بعمل كده، فالرو اختفى. في كمان ده بقى الكولم اللي هو جوه رو ده، لو انا مثلا عايز احط له فيديو باك جراوند فهيقول لي حط اللينك، الديزاين اوبشن بقى ان انا احط باك جراوند الريسبونسيف وهكذا. طيب الباك جراوند اللي ورا دي موجوده منين؟ احنا ناخد بالنا الباك جراوند دي مغطيه كل حاجه، فمعناها ان هي موجوده من الرو الرئيسي. فانا لو عملت له مثلا كده اديت اخترت باك جراوند هلاقي الباك جراوند موجوده هنا اهي، دي الباك جراوند بتاعتي اللي انا شغال عليها. طبعا لو عملت اكس هشيلها، لو عملت اد ممكن اختار حاجه من الميديا لايبراري بتاعتي، او ممكن اعمل ابلود واختار حاجه من الجهاز عندي عشان نضيفها. انا مثلا هنا في الجزء ده عايز اعدل الصوره دي، دي اسمها انفو بوكس. يبقى انا لو عايز اضيف واحده جديده حاجه هنا هعمل له اد، هعمل سيرش انفو بوكس اللي هي دي. هو كمان حاطط لك ديسكريبشن بيقول لك ادز ايكون بوكس ويز كاستم فونت ايكون. تمام. فانا هعمل مثلا اديت هنا، ادي الصوره وادي الديسكريبشن لو انا عايز احط لها ديسكريبشن، التايتل والحجم بتاع التايتل، هل انا عايز لها انيميشن هقول له مثلا انيميشن، الايكون ستايل سيمبل، الويتس بحط الانفورميشن بتاعه الداتا بتاعتي عشان تطلع بالشكل المظبوط. طبعا هي كده المفروض ان احنا بعد هنعمل ابديت هيبقى دي بتعمل انيميشن. خلينا نعمل ابديت ونشوف. عملت بولز خفيف. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا عايزين نعمل افكتات بنعملها من هنا. نعمل سيف. عايز هنا برضو نفس القصة، عايز اعدل الصورة بروح ضاغط اد، يا اما اختار من ميديا لايبراري يا اما اعمل ابلود والايكونز اهي. فانا مثلا لو عملت كده عملت له يوز يبقى هو كده هيحط لي التارت، اعمل سيف كلوز. انا حط لي التارت، بس طبعا احنا ده الميلك شيك فما ينفعش ما يبقى محطوط عليه تارت، فاحنا مضطرين ان احنا نرجع ونشوف الميلك شيك فين. الميلك شيك هنا، فهنعمل تمام. ده بالنسبة للإديت. عايز أضيف مثلا تحتها حاجة جديدة، خلينا نقول مثلا إن أنا عايز أحط تو دو ليست مثلا، فهو هنا قال لي ده الاسم بتاعها. ده لو عايز أحط باترن الأيكون
اي حاجة دلوقتي، نحط sign up button وهكذا. فانا كده بدأت ان انا عملت to do list، اوكي، وحطيت sign up. ابدأ بقى احط جواها حاجات، فهقول مثلا ايه login. طيب عايز بقى، ودي بقى دي هنا بقى كده، دي النقطة اللي انا كنت بتكلم فيها، ان انا دلوقتي في الزرار بتاع ان انا اضيف ليست ايتم كمان مش موجود. ليه؟ هو موجود بس مش ظاهر. لو عملنا مثلا الكلام دوت من الباك اند، فهيبقى البوتونز عندي ظاهرة اكتر والموضوع اسهل بكتير. طيب هنعمل، نضطر ان احنا نعمل دوبليكيت edit. ونعمل سيف. كل اللي انا بضيفه عمال بيظهر، وهنا ده زرار اد اهو لقيناه الحمد لله. ممكن نعمل منه ايه؟ نضيف حاجة جديدة. ممكن طبعا نختار هنا دي الايكونز لايبراري، كل واحدة بيبقى فيها مجموعة من الايكونز وممكن نستخدمها. وهكذا. طيب دي ملهاش لازمة وحاجة مش مظبوطة أصلا ومش محتاجينها، عايزين نلغيها. عملت إكس خلاص، كل حاجة رجعت زي ما هي. طيب أوقات المحتوى بيبقى في حاجة داخلة على حاجة. أنا مثلا هعمل كده، هقول له Edit Images ونختار صور Add، هعمل له Save. فأنا حاسس إن دي لازقة في دي، ففي الحالة دي أنا ممكن أروح عامل حاجة اسمها جاب، هقول مثلا اخليه 20، لا خليه 50 مثلا عشان نبقى قادرين نتحكم فيه. ادي الجاب بتاعي، اروح واخده حطه بين التو ايتمز. فكده بقى هو مخليهم لي بعاد عن بعض، فبقيت انا قادر او يعني بقى الشكل مش حاجة فوق حاجة او حاجة مقربة من حاجة قوي، لا السبيسنج ما بين الايتمز فضل مظبوط. طبعا احنا زي ما انتم شايفين الجاب موسع الفرق، وسع الفرق في كل الروز ما بين اللي فوق واللي تحت. طب انا هعمل كده خلاص، انا كده رجعت الوضع الطبيعي بتاعي تاني كأني ما عدلتش حاجة. اي حاجة بقى عايز اضيفها، عندي زرار زائد اهو اد، بختار اللي انا عايز اضيفه وبحدد مكانه على حسب التيبل او الرو اللي انا واقف فيه. عايز اعمل اديت، اديت بشوف السيتنج واشوف الالوان المناسبه ليا وبشتغل بيها، وعندي اديتور كامل معطيلي كنترول على كل ايتم وعلى كل حاجه في السيتنج وفي التكست والايتمز والبولد وكل حاجه. وهنا نفس القصه، هنا مثلا دي اي هوفر، الاي هوفر مثلا هنا مش ظاهره، اوقات بتظهر اوقات لا. زي ما قلنا الحاجه اللي مش هتبقى ظاهره او مش عارف اوصلها من هنا، بخش اعدلها من الباك اند بتظبط جدا. عايز اشيل حاجه او عايز اعمل حاجه اديت من هنا بكل بساطه، عملت كده شلتها، عملت كده شلتها، تمام. طيب عايز احط لينك، تمام، بضغط على الحاجه، بضغط على اللينك، احط اللينك بتاعها هنا. عايز، طب عايز اطلع حاجه، عايز اشيل حاجه من هنا لهنا، بقف مجرد ما بقف على طرفها كده بيقول لي ايه drag to move single image. تمام هحطها بقى انا ايه، ممكن بقى اشيلها من الرو ده احطها في الرو ده، احطها في رو جديد خالص، او عملت رو جديد بيها. لا ده انا والله عايز ارجعها مكانها فعملت كده فرجعت مكانها، وهكذا. بس احاول اركز ان انا وانا شغال ابقى مظبط الابعاد بتاعت كل حاجة، وان انا احط الصور اليمين والشمال بتوعي دايما بنفس المقاسات. لو انا هحط مثلا كلام جنب صورة، فالكلام لازم المسافات بتاعته وابعاده تكون قد الصورة دي. فانت هتقولي هنا طب انا اعرف مقاسات الصورة منين اللي هشتغل عليها؟ فاروح جاي مثلا ادي صورة، الصورة اهي انا عملت ايديت على اساس ان انا هغير الصورة. الورد بريس كده كده بتديك ديتيلز للمقاسات بتاعة الصورة، فهو هنا قايل لك ان الصورة دي مقاسها الديفولت بتاعها 1014 في 574،
طبعا اللي على الشمال دايما هو الويتس وعلى اليمين هو الهايت. فانا لما باجي اشتغل عليها بشتغل بنفس الابعاد دي عشان احافظ على الكواليتي بتاعت الصور وعلى التنظيم والشكل العام بتاع الويب سايت بتاعي. بعد ما بخلص خالص بروح ضاغط على الزرار بتاع ابديت عشان يعمل سيف لكل الايديتس اللي انا عملتها في البيج. وبكده يكون اتكلمنا سريعا عن how to edit your page، او ازاي تعدل الصفحة بتاعتك او الصفحات بتاعت الموقع بتاعك. وبإذن الله بقى نشوف الحاجات التانية واحدة واحدة.